تابع الشعبان المغربي والجزائري ومعهم العالم خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى جلوسه 22 على العرش المغربي. العاهل المغربي كان صريحا ومباشرا حيث خصص حيزا كبيرا للعلاقات المغربية الجزائرية والأمن القومي المغربي وما يطبعها من توتر على المستوى الإعلامي والدبلوماسي. وبعد أن ذكر الملك بالتاريخ المشترك بين الشعبين وكفاحهما جنبا إلى جنب في سبيل التحرر والاستقلال، طالب محمد السادس بإصلاح هذه العلاقات وفتح الحدود وإطلاق حوار شامل بدون شروط مسبقة. دعوة صريحة وصادقة من ملك صادق سيسعى في لبناء مغرب مغاربي كبير وقوي يتعاون فيه الجميع لما فيه مصلحة شعوب المنطقة. الرد الجزائري جاء سريعا ولم يتأخر، حيث ذهبت كل التحليلات إلى اعتبار الدعوة المغربية اعتذارا صريحا ومبطنا للجزائر عن ما يقوم به المغرب من دعم لحركة القبائل السياسية، وكذلك عن دعمه لفتح الحدود والتي تعتبر عن ضعف الموقف المغربي وما يعيشه من أزمات كما جاء في صحف جزائرية عديدة. جريدة المغرب الأوسط الجزائرية عنونت المغرب يتودد للجزائر، وأن تصريحات العاهل المغربي تعكس مأزقا أكثر من وجود نوايا لتحسين العلاقات مع الجزائر. بينما ذهبت جريدة الإخبارية الجزائرية متسائلة ماذا يريد محمد السادس من الجزائر بالضبط، وتجيب الجزائر تنتظر اعتذارات وتوضيحات وليس قصائد الغزل، وأن جريمة بيغاسوس وتصريح عمر هلال لن يسقطهما خطاب عاطفي، وأن محاولة محمد السادس هي فقط لتبييض صورة المخزن وشيطنة الجزائر. بينما وصفت جريدة الموعد اليومي الجزائرية الملك المغربي بالجلاد الذي يحاول الظهور في ثوب الضحية، وأن خطاب العرش هدفه ربح الوقت لتحضير المزيد من المؤامرات. أما من الجانب الرسمي الجزائري فكان رد حكام الجزائر بنشر بيان الجمهورية المزعومة المهاجم للمغرب ولخطاب العرش عبر وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، وكذا رسالة التعزية التي بعث بها تبون لزعيم الانفصاليين على إثر وفاة الرجل الثاني في جبهة البوليزاريو عبد الله الحبيب البلال. السؤال المطروح: كيف سيتعامل المغرب مع هذه الإشارات السلبية، وهل ستظل اليد المغربية ممدودة إلى ما لا نهاية؟ المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.